عن رفيقتي بهالمهمة رح تكون بهالجمال. ما معنا وقت كثير نضيعه، تفضل ندخل بالموضوع مباشرة. فؤاد وازن ضابط لبناني التحق بالانتربول الدولي من 3 سنوات، قام بتنفيذ عدة مهمات ناجحة، بيتكلم عدة لغات وعدة لهجات، يعتبر الرقم الصعب في المعادلات الصعبة. يسر كابتن فؤاد. Welcome again. Lebanon. Lebanon? Unbelievable. Don't be astonished. Your mission is difficult, but exciting and strange. Have a seat. Do you consider that exciting? Yes, if you're dealing with women. Women? A very dangerous girls' gang is behind the operation. Anyway, the file you have will give you all the details. I didn't get it. It's very important. You should get the maps in any cost. Besides, you've got the deliveries man picture. You will be traveling on the same ship. Do you trust I can do it? You never disappointed us. Good luck. كارول. نعم زعيمي. تعي. زعلانة هم؟ نعم زعيمي. ليش تأخرتي عن تدريب؟ زعيمي انت عارف الشغل بالنادي سهر للصبح وانا غطست بالنوم. بس انت اخترتي شغل النادي ولازم تتحملي. امرك زعيمي. شو أخبار النادي؟ لين صاحبة محل الأزياء؟ لين اللي منشتغل عندها؟ دينا! كملي يا كارول. بيظهر إنه لين مغرومة بالمطرب ربيع. أنت وحدك كذابة! وفاء! فرجيكي! لا أقبلك!
بدي اسمع حدا غيري عم يحكي، مفهوم؟ كملي يا كارول. سهرت امبارح مع شخص لأول مرة بشوفه. بتمنى يكون هو المطلوب. على كل حال أنا بكرة رح كون عندك. وهلأ دورك يا ست وفاء. شو عملتي مع ربيع؟ خطبنا. شو؟ وعارفة حالك لوين واصلة؟ بحبه. ممنوع؟ نسيتي يلي متفقين عليه؟ نسيتي يلي صار؟ أنا إنسانة وعندي قلب مثل كل الناس. قلبي وقلبك بطلوا يدقوا من زمان. بتريدي تذكرك كيف نبيعه؟ بتريدي تذكرك بأهلنا؟ لا لا. لكن ما بقى تحكي عن الإنسانية، ما بقى تجيبي سيرتها. شو أخبار النادي الرياضي بهالأيام؟ الأستاذ جان وصل عنده ضيف من برا. شو؟ ومين هالضيف؟ ما عرفت إلا اسمه. شو اسمه؟ فؤاد. جان بحبك. وشو يعني؟ ما بعرف، تصرفي. أنا ما برتاح له. أنت بتشكي بكل رجال العالم. ورح ضل هيك حتى يبطل قلبي يدق. جيت لهون. تأخرت. انشغلت. على كل حال انطرني بالسيارة. مستر جون روبي. أجل اسطنبول بيوصل الأسبوع اللي جاي، لازم شوف المهراجة قبل تسليم الخرايط. وين الخرايط؟ هيدا شغلي. متأسفة بس لازم تخفيهم وتترك المشتل، لأنه رجل اسطنبول انكشف وروبي رح يسافر يعمل اللازم. هيدا شغلك. To relieve you from your mission in Beirut, and I shall take over. What? What? What mission? I think you remember now.
or you want me to fresh up your memory? What do you want? What do you want from me? Who has the maps? And where? الو، اهلا كابتن فؤاد، منين عم تحكي؟ اسطنبول؟ نيالك؟ ايه، استلمت برقية امبارح من نيويورك. اوكي، انا ناطرك، مع السلامة. شو سنترال؟ الو وفاء؟ يا ريت بترضي يا شو؟ اكيد انت جنيتي. اسمعي اسمعي وهدي اعصابك، لقيني على نفس المطرح وبنحكي. ايه اليوم هلا. نشوف بعض لحظة هيك بهالبساطة؟ أهلي هيك بدهم. أي أهل؟ صار لي سنة بقلك بدي أشوفهم لأهلك وأتعرف عليهم. ما كانوا يقبلوا، ما بدهم هيك، وأنا ما بقدر أوقف بوجهن لأنك جبانة. فهم، ما بكفي إنك تحبني وأنا أحبك. علاقتنا غلط، مش متكاملة، وهلأ صارت خطر علي وعليك. ممكن يقتلوك ليبعدوك عني. مش مهم، أنا مستعد أوقف بوجهن. ربيع، لازم نبعد عن بعضنا. لكن انت يلي بدك هيك. فسر مثل ما بدك، ما بقى قادرة احمل. انت خينة. انا حرة. اي حرية عم تحكي عنها وتطوق برقبتك؟ اهلي هيك بدو، هيدي بيئتنا. اي بيئة؟ هيدي بيئة مركبة مفبركة مشربكة، هيدي بيئة غلط، وشو ذنبنا نحن ندفع ثمن الغلط؟ الله خليك، ما بقى فيي احمل، ما بقى فيي. وانا ما فكرت شو ممكن يصير فيي؟ أنا بحبك، بس افهم، ما بقدر أوضح أكثر. إذا هالحالة مصدقك. ما
وفاء؟ نعم. شو قولي؟ بشو؟ عم فكر بشي بخصني انا وياكي. ايه بلا ما تفكر احسن. فرد شقفي وراح تضل بفرد شقفي. ليك جون، وصلي معي على الاخر ما تنرفزني. جون، تليفون. من مين؟ من برا، واحد على اسمه فؤاد. فؤاد؟ نعم. اكيد هيدا الكابتن. روبي؟ كيف؟ انا رح اتصرف. ناطرتك، ما تتاخر. اوكي اوكي. الهيئة صاحبنا فؤاد. فايد بورطة كبيرة كتير ومع ناس خطرين كمان. المهم نمسك بطرف الخيط. كيف؟ حسب تقارير الانتربول اللعبة وراها عصابة بنات. معقولة؟ ليش لا؟ لك ملا آخرة. حدا بيركض ورا النسوان؟ إذا بتتعب ترك هالشغل علي. محسوبك هاوي الركض. بس انتبه ما يتعبوا إجريك. ومين قال لك رح كون على إجري؟ ربيع؟ الهيئة كامش راس الخيط. هيدا فؤاد، منين عم يحكي؟ من اسطنبول. شو؟ ما قلت لك لازم نوصل لطرف الخيط. وشو لازم نعمل؟ بدنا نركض لنوصل. انت انتبه لفؤاد. وانت انتبه على حالك، النسوان فركشتهم بتقتل. ما تخاف علي، محسوبك بشفط. حمام مغرب يا دادا، مجوز ولا فرداوي يا دادا. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. يا لطيف، من لطلي بدون لف ودوران. اول ما طليت من البغرة فكرتك جيمس بوند. شو بنا جنو، بعد ما وصلنا بلشنا تركيب المقلة. اهلا، الحمد لله على السلامه. يا اهلين يا اهلين. كيف بيروت طمنا. الورد الاحمر للاحباب، الورد الاحمر للاحباب، الورد الاحمر للاحباب. يا ورد، مين يشتري؟ انا يا بوي. الك ابو الفوف؟ شو هالغيبه؟ والله الك وحشي يا ابو الفوف. صديق. الله يخليك. ايدك على حق الورد وبعدها احضن حبيب القلب. هي شو هربان العمى بقلبك؟ شو فجعانه؟ خدي وجع قطع لسانك يا وجه الغراب. الحمد لله على السلامه يا استاذ. الله يسلمك. تعرف انه كنت خايف ما تجي؟ ولو يا صديقي، معقول يلاقي اعز واغلى منك استقبله؟ الله يخليك، انا اشتقت لك. يا حبيب قلبي ابو الفوق.
للحقيقة شغلة حلوة بيعتز فيها الواحد. ميرسي يا أبو الفوق. شو بنا بعد ما وصلنا؟ حلوة هيدي أمورتي وشريكتي بالنادي، تعال أعرفك عليها. يلا وفاء، تعال أعرفك على أحسن شاب. مش فاضي. شو؟ أمورتك قلت لي إيه؟ وفاء أحب الناس لهالقلب، فؤاد اللي خبرتك عنه، صديق العمر. أهلا. اشتقتيلي ما هيك؟ جدا، بس ما تبقى تطول لسانك علي قدام العالم. برافو برافو. تشرفنا بمعرفتك استاذ، عن اذنك مشغول. نور علينا يا قمر نور علينا. با 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 با. وفاء هالمرة ما حزرت، أنا اسمي فؤاد. كثير منيح، والمعلومات مهمة جدا، بس بدي منك شغلي من هالأوراية. شو هي؟ خليني أعرف قبل بأي تحرك بدك تعمله. أوكي رح بلغك قبل. شغلي تاني ربيع. خير إن شاء الله. ما تتصل فيي إلا إذا في شي ضروري جدا، أنا ببقى بتصل فيك وهيك أضمن، وبعدين انتبه حواليك عند أي اتصال. من هالناحية اطمن، بس اوعى تقول لي ما رح تيجي تسهر عندي بالنادي. معقولة اجي على بيروت وما اسمع ربيع؟ يا باي يا
كلها ضحكة يا ويلي بلون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر لها ضحكة يا ويلي بلون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها بالودن ابتسام القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر فوق حدود العطاش في يوم المطر وانا يلي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الدواء وانا يلي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى آه يا باي خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها كان حبيبها وغايب بقاله سنة والنهاردة وصل على بحكي أنا والنهاردة وصل على بختي أنا ما بعد تعرفها ما بعد يمكن على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا وانا يلي كنت طبيب الهوا والاهل العشق ببيع الدوا ألو أنا كارول شرفنا شفتك امبارح بالنادي وحسيت إنك عم بتدور على حدا ضايع منك هيئتك ذكية كتير إذا بدك تكتشف ذكية أكتر لقيني بكرة لوين؟ تعرف بور الصيادين؟ كرمالك بتعرف عليه
بيظهر فيه شي أكلة سمك؟ وسمك بلا حسك كمان إذا طلعت شاطر وجي. الحقيقة رح جرب كون عند حسن ظنك. لكن بكرة الساعة 2. مع السلامة. بعتقد هذا البيت. تعتقد رح نلاقيه؟ حسب معلوماتي بهالايام مستر جون ما عم يتحرك. يلا. أكيد حضرته المستر جون. طبعاً. نعوض بسلامتك. تبقى لك طولة العمر. وين كنت؟ اشتقت لك. يا ريت بترضي، يا ريت حبيبة قلبي تكوني، بعمر لك بعيوني بي حيطان وريف شكوني. Thank you.
يكلك من نور وشال من البدر العالي عجبال حيك لك من نور وشال طال النجم المفتول طال بعلقها بصدرك كوني طال النجم المفتول طال بعلقها بصدرك قوني طال النجم المفتول طال بعلقها بصدرك قوني بترضي يا رايق حبيبة قلبي تكوني بعمر لك بعيوني باي حيطان وقريب شفوني يا رايق بترضي يا رايق حبيبة قلبي تكوني بعمر لك بعيوني باي حيطان وقريب شفوني طولت الغايبة هالمرة مش اتفقنا انه ما بقى نشوف بعضنا لكن ليش جيتي لاني اشتقت لك وانت ما اشتقت لي يا ريت فيي ما اشتقت لي شو كنت بتعمل كنت بلف الدنيا كلها حتى لاقيكي من جديد وحبك من جديد واشتاق لك من جديد ربيع عم فكر بشغلي بتخصك شغلة شو؟ تعرفت على واحد صاحبك وبيحبك كتير صاحبي؟ أنا ما عندي أصحاب ولا عندي حدا غيري ولو؟ فؤاد وزن مش صاحبك؟ وين تعرفت عليه؟ صدفة وقال انه كنتوا تشتغلوا سوا نشتغل سوا؟ بشو؟ ما بعرف انت اخبر شو بدك تعرفي اكتر؟ ما بدي اعرف شي على شرط انه انت ما تحاول تعرف اكتر عني اذا بدك ياني ضل شوفك ليش؟ لاني بحبك وما بدي اخسرك عم تخوفيني ربيع وعدني لا امتى؟ حتى اخلص من كابوس ملحقني من سنين اي كابوس؟ بترجيك ما بقى تسأل ولا تقلي شي غير كلمة بحبك بحب أنا أكثر
طمني. كله تمام. برافو. كروال عطيتك عمرها قبل ما توصل للكابتن فؤاد. تعجبني يا روبي. وهلأ صار دور ربيع صديق فؤاد. ومن بعده كابتن فؤاد. واللي لازم نعمل له حفلة خاصة تليق بمقام الرفيع. وساعتها أنا بصير فيي أدمك للمهراجة. مهراجة رجل العمليات الكبيرة اللي كلنا منسمع فيه مثل الحلم. مهراجة عم شوف وجهه من خلال الخرايط اللي بدنا نحصل عليها. وساعتها رح تصير من أغنى أغنياء العالم. لين؟ كيف عرفتي وين الخرايط؟ من جون قبل ما يموت مخبيهن بالمشتلة. بالمشتلة؟ يعني زيارة المشتلة لازمة، لأنه إذا المهراجة عرف وين الخرايط نحنا ما بعود إلنا عازة. اتأكد يا روبي إنها ماسكين اللعبة منيح، بس لازم نتخلص من فؤاد ورفيقه. فؤاد، فؤاد ورفيقه. بكرة دور ربيع. شو رح تعمل؟ بكرة بتعرفي. وشوشني. مرحبا كابتن. اهلا ربيع.
دخلك؟ البنت اللي بتشتغل عندك بالنادي. شو؟ شفتها؟ الحقيقة أن هي اللي حاولت تشوفني، وهالمحاولة كلفتها حياتها، يعني انقتلت. شو؟ المهم، شو اللي بتعرفه عنها؟ كارول بعصابة البنات اللي عم تنبش عليهم. ليش ما قلت لي قبل هلا؟ ما أنت من وقت ما وصلت لهلا، ما عطيتني فرصة لا أشوفك ولا أحكي معك. ربيع، بيظهر انه في شيء كثير شاغلك حتى جيت تشوفني من غير ما تتصل. وفاء يا كابتن. مين وفاء؟ بنت علقانه فيي، بس مش مهم. المهم انه قالت بتعرفك، واللي فهمته منها انه بتعرف اشياء كثيره عنك. وفاء؟ وانت شو اللي بتعرفه عنها؟ بعتقد لها علاقه بالموضوع. هي انه صاحبتك اكيد من العصابه. شو عملت؟ ما بعرف، فضيت المشط على العدم. الافضل نمشي من هون بسرعه. يلا يلا يلا. مرحبا بطل. اهلا اهلا. خير ان شاء الله؟ في شي مصيبة؟ كيف عرفت؟ لانه ما بشوفك الا اذا في شي. لا حذرت. ومين هالمرة؟ جو انا رايحة. مع السلامة. وين صارت المصيبة؟ بعدين بعدين. المهم جاي ربيع يسأل عني. الهي لبين ما اجي وخليه ينطرني. راح يصرعني هالزلمة. تزعل، هيدي راسا مبومر، مش عارفة حالة لا وين رايحة ولا شو بدها. تعتقد وين بتكون هلا؟ هيدي مثل النحلة، كل يوم على زهرة. هلا وفاء هيك؟ ياي، لك وين بعده؟ جان، وانت؟ شو بني أنا؟ بتحبها؟ طبعا بحبها. بتحبها وبتحكي عنها هيك؟ لأني مقهور أكتر منك. Thank you.
بده يقبلني. يا اهلا يا اهلا وسهلا اسلكت الانوار. ايوه جاي. لك اسلم لي هالضحكه يا رب. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا. كيفك؟ هلا صلت منيح. زمانة زمانة اتعزوا في من في عنا. تفضلوا 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 يا لوحي. يخز العين عنك، بتعرف انك مهضوم وامور. انت العموله يا سنيوله. ميرسي روبي. روح اعمل برمي لبين ما اشوف فهمين شوي. دخيلك نوح. طول طول. اوكي روح روح. فوفو يا عيون فوفو. لك يا تقبلي فوفو. ليه ما عاد طليت علينا؟ لك ناس الولم عم بيلوع عنا لنحلف النوح ونزي. ما قلتلي كيف ممثل الذو؟ مسافر. احسن احسن يا تقبلي. لك يا جميل. يا بلدي يا بلدي. انبي 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 يا روح. مرحبا يا حلوة. هاي قليلي، شو عم تعملي هون؟ مثل ما انك شايف. بتحبي ساعدك؟ ليش لا، تفضل. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا ميت ويلكم يا ميت كمان. هي لك قوم طفي اللمبة يا حبيبي. يا اهلا وسهلا. فوفو يا روح. فوفو يا حبيب. فوفو فوفو. المستر جون ناسي غرض هون بالبيت، بتعرف شو هو؟ شو هو؟ انا بعرف وانا فلطت يا روحي. لو سمحت ممكن تجيب لي سلم؟ لك قلبي قلبي لك سلم. تك تك بس يا روحي تك. هيدا السلم. اتفضلي. شطور. الله يظبط بخاطرك. حبيبي. اطلعي اطلعي اطلعي. الله يوفقك. اطلعي. بك شي؟ الاي تي سي. لا لك اما في سي ستني. خليك واقف فوق. فهم لك امبي امبي. انت متاكد؟ طبعا ستني. واذا بدك فتسي محل ما بدي. ليك إذا بتقلي وين الغرض يلي مضيعته بعطيك شو ما بدك. أخ أي غلط أي غلط. حلو هيك. فوفو تعال حدي. حيحصل حيحصل. يا روحي اسلام. هذا الاسلام يا روحي. واللي عندي بالبيت اسلام. تعرفي انك حلوه؟ ما هيك؟ ومهضومه. شو عم تتحربق علي؟ انا اعوذ بالله. لكن الضبضب. يا روح يلا يلا. هلا بيدي. مين حبيبي؟ ولك الطلين اللي بالله. ولا يهمك، بس انت اللي وين مخبى الخرايط وما بتكون الا مبسوط. وانا هيك مبسوط. اي ولك هلا كنت حنونة لسوت تفيد. ايه تحت ايه تحت. مزحة. لذي حدي لذي تقبليني. ما بتلقى مزح؟ ولك بلقى بس ما كل هالقد. طيب دادي. ولك يلعن ما ذكلتي. هلا واطيك يلا زيك.
يلا يا روح. لك زيي الحمي ابوك يلعن ابوك. شو عملت لي مطهلهان؟ في واحد عم يتحركش فيي. شو شو؟ لا يسلم السلف اللفيع من الاذى حتى يلاقوا على جوانب اعطيني العصاية لبقلاطه. اهبل يا روبي. يلا 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 وبتدعوس أي ساعة من كان يا وحيا. سكين لا سو سكين ما بيمشي الحال. كفان كفان سيدنا الله يوفى. زبان الله لا يوفى. كنت اللي وعطينا خلاص أمي. داني 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 رحنا مثل ما بيعمل بالأفلام. ولك كنت يسألوا لك عن ابني زكي تسيم لك أبيني وعط عليك روبي. ولو روبي عم يمزح معكن. كل ما تحكون هيك انتو. روبي اعتذر من فهمين وجو معنا. اعتذر يلا اعتذر امام لسوف. سوري انا بعتذر. ولك انت لو مقطوع لسانك ما كان احسن. لوق حبيبي لوق مدح مدح لوق لوق. على فكرة انا عزمتك انت وجو معنا بكرة على الغداء وفي مفاجأة لجو معنا حلوة. هيدا كلام شو بتلوحي؟ لا ولك لا 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 بتطعمينا ولا بتطبخينا ولا بتخلي حدا يعلمنا على الحسا. جوجو لازم تجي لانه الك مفاجأة حلوة. وشو هالمفاجأة؟ ولك ما اسمها مفاجأة. بكرة على الغدا بتعرفي وانا جاي اخدكن روبي يلا. حبيبي. روح روح الله الله يوفقك. بس هيك بدون ما يقول شيء هيك وما قال لك وين بيكون؟ ما قال. وفاء اذا فؤاد بخطر احكي يا وفاء. زهقتوني. شو قولك عم تستلمنا؟ اكيد لا لا والله ما بعرف شيء. كل أنواع الخوف والظلم والحقد والموت بأنه راسي ما بيعرف الشعر الحقيقي حتى انتقم من يلي كانوا السبب بعذابي ولو دورت عليهم كل أنحاء العالم. تينا وسناء
الأخوة الميت من المخدرات اللي ببيعها المهراج لطلاب المدارس. سوزي وماجدة أبوه كان مليونير، اشترى من المهراجة معلبات فاسدة وباعها للناس. بيلي وحنان وكل هالبنات اللي شايفهم قدامك كلهم ضحايا المهراجة. توتو المهراجة قتل ولاده الثلاثة. وهلا شو بتحب تعرف أكثر يا كابتن؟ هلا صرت متشوق أكثر لأتعرف على المهراجة. ما حدا بيعرف اسمه ولا شكله، بس أنا وفاء نعرف وجه واحد وبتمنى يكون هو المطلوب. مين؟ روبي. روبي هو اللي قتل كارول. روبي هو اللي قتلني لما اغتصبني. لازم نوصل لروبي، وإذا ما كان هو المهراجة هو اللي بوصلنا للمهراجة. والأهم إنه يموت بإيدي أنا. لا تزيدي غلطك. الجرح بالقلب كبير يا كابتن. معك حق. بتعرفي روبي وين بيكون؟ بعرف. لكن بلا ما نضيع وقت. أنا وأنت وحدنا. وحدنا؟ ديانا، لازم توثقي فيي وتتجاوبي معي حتى نقدر نوصل لنتيجة. موافقة. هذا كل اللي صار. هلا صرتوا تعرفوا وين فؤاد ومع مين. ربيع، لازم اوصل لفؤاد قبل ما يصير له شيء. خليكي هون، انت وديانا اخوه، ما بدي تاذوا بعضكم. ديانا اختي وانت حبيبي، ولازم يكون حدكم اثنينكم. ربيع. وفاء، بس ممكن يصير مشاكل. بس انتوا عدتوني انكم بتخلصوا فؤاد بدون ما تاخذوا حدا من البنات. طيب بس هودي عصابي ومطلوبين. ما بسمح لك. عصابي بعد كل خبرتكم ايه؟ انا رايحه. وفاء انا معك، بس تاكد اذا صار شيء بحمود حد اختي. شوفي شغلك مع الحارس. لا انا بطلع على الفيلا. ديانا. طيب انتبه لحالك.
هيدا انت؟ حزرت. ديانا. نعم. مبسوطة؟ ما بعرف، بس حاسة إنه لازم أكون مبسوطة. كيف يعني؟ بابا الأكل طيب ما هيك؟ بس تخنت روق. غايب دادي هلا بتنفجر. كلي الخنطان تعزيني بالزيت كلي. رايتهم صحتين، الرجال بتاكل عقد فعالة. قولي لها ستنا قولي لها لك يسلمون لي أهل الكلام. هلا بعد الغدا منروح نشوف المفاجأة يلي وعدت جمالة فيها. منروح ستنا منروح صفي ورانا. بعد في أكل. Thank you.
لوين جايبتينا؟ على مغارة علي بابا. واتحرك. ملفك كبير ومتعب. شكرا. في اعرف ليش جبتوني لهون؟ جبناك لنتفاهم. اولا بعرفك على حالي. ما في لزوم، عرفتك من الاول. شحاد المينا والرجل الانيق جدا بالملهى الليلي وملاكك الحارس ومراقب مهمتك الصعبه. احترامي كولونيل رمزي. بعتقد كان لازم نلتقي من الاول ونتعاون. هلا صار الوقت يلي صار لازم نتعاون فيه سوا. في اعرف كولونيل ليش بعت لي رجالك يجيبوني بهالشكل؟ يلي عملناه كان لمصلحتنا ومصلحتك. احيانا مجبورين نتصرف مثل ما بيتصرفوا العصابات لنبعد الشك عنا، وخصوصا صاحبتك ديانا. ليش عم تضحك؟ انت همك توصل للخرايط ونحن همنا نوصل للشيطان يلي حملن، يلي هو المهراجة. كولونيل، في اعرف شو دخل ديانا بالموضوع؟ ليش المهراجة مين بيكون؟ مش ديانا؟ اسمح لي اقلك انك غلطان كولونيل، وانا كمان مثلك كنت غلطان، إنما هذا ما بيمنع إنه نتجنب الغلط من هلأ ورايح حتى نوصل للصح. شو هو الصح؟ الصح إنه ديانا عم تبحث عن المهراجة مثلنا، وهيدي قصة بدها شرح طويل. أنت متأكد؟ لحد هلأ على الأقل. لكن مين المهراجة؟ هيدا اللي بدنا نعرفه، واللي صار لازم نعرفه بسرعة قبل ما يبيع الخرايط. توتو اهلا ديانا، هلا اكتمل النصاب. شغلك خلص يا ديانا، صار لازم تموتي. هلا صار شغلي انا، شغل مهراجة.
المهراجة؟ أنا المهراجة اللي بيملك خرائط لأعظم اختراع توصل للعلم. أنا هلأ بملك حبس الهواء والنور عن البشرية. أنا بملك استعباد الناس وخضوعا لإرادتي. أنا بملك العالم. العالم! أنت واحد مجنون. مجنون؟ ليش أبوكي كان مجنون؟ أبوكي يا ديانا كان هو صاحب الاختراع. كرمال هيك قتلتوه؟ طبعا قتلته لأنه كان راح يصير إنسان مهم. قتلته لحتى أكون أنا الأهم. مسكين يا توتو. عفوا يا مهراجة، لأنك رح تندم على الساعة اللي خلقت فيها. أنت الهبلة يا ديانا، أنت وعصابتك كنتوا الفخ اللي وقع فيه البوليس الدول. راح تضلوا هيك حتى أنا ابني عالم العظيم. خدوا هيتولين. دخيلك خلطينا. الله يوفقك. خلطينا حبيبة قلبي. انتو مين؟ نحن بياعين العسل يلي اكلنا هوا. مين جابكم لهون؟ فجعني الدادي. ما انت اسكتي يا خلا ضعنين يا واطي. ديانا أختي حبيبتي. ما تخافي يا وفاء، المهراج رح يدفع الثمن. شو اللي خليك تجيب صاحب المشتل وبنته لهون حتى يعترف؟ وين مخبى الخرايط؟ كيف عرفت انه الخرايط بالمشتل؟ من جون قبل ما يموت. قبل ما تقتليه حتى تحصلي على الخرايط تسومين عليهم انت وروبي. مسكين يا لين، جون كان الطعم للانتربول اللي ابعد كل الشبهة عني. يعني مثلك مثله. خرايط معي من الاساس. انتو كنتوا الحلقة المفرغة اللي عم بدور فيها الكابتن فؤاد. هيتو ديانا ورفقيتها. مطرح ما انت رايح يمكن يكون الطقس بارد. هالجاكيت ما حدا جربها. بتدفي بالبرد وبتعطي بروده بالحر، ووصلت امبارح مخصوص الك. مين بيعرف؟ الاحتياط واجب. يمكن رحلتك الطول وما تعرف حالك وين بتصير، فالحمايه لازمه. موفق. نحتفل برقصة نسميها رقصة الموت. خسارة، الحفل
كنت ناقصه الكابتن فؤاد. أكل حر رح نبتدي الحفلة لغاية ما يوصل. والله هاتوا اللي حيموتنا موتة في يضيطة وزنبليطة. هاتوا مثل المناطة. مبسوط؟ شايفش عندك لو وصلتنا؟ طبعا لحيثبت قول المثل اللي بيقول الخلوق الطيل يلقص مذبوحا من الألم. يقبل من اللي خلقكم انتو في الكون. وهلأ بعد ما انكشفت كل الوراق بعتقد اللعبة قربت تخلص. ما عدا ورقة وحدة بعد ما قدرنا نحللها لغزة وهي المهراجة. المهراجة لازم يظهر. ليش؟ حتى يقلب الطاولة على الكل. إذن لازم يكون المهراجة له علاقة بعصابة البنات أو عايش بيناتهم. وهذا يلي خلاني اتفق مع فؤاد إنه يسكن ضمن عصابة البنات. بهيك حالي منكون ودينا فؤاد للموت. ومن شان هيك لازم نلحق فؤاد. يمكن وجودي يعرضه للخطر أكتر. أنا محضر لكل الاحتمالات وناطر إشارة منك. وأنا وين رح كون؟ هيدا مقر البنات. وأنت رح تكون بهالجهة. إذن رح أتحرك بسرعة. جاكيت. والفرد. امشي. Thank you.
صليت. من ربيع للمتخفي، من ربيع للمتخفي، أنا بالمكان المحدد، بدل. علم. زمانة زمانة داتي. أي مين زمانة؟ وين ديانا؟ ما بعرف، ما قبل تجي. اوكي، باي باي. باي ربيع، ما بدي وصيك، دير بالك على ديانا. ولو الله معك، تبع الطريق. باي بطل. موفق. باي موفق. باي. الله معك. الله معك. Thank you.
افرح ولدك يا ابو الاولاد. بليرة بليرة بليرة. لا. هلو يا كابتن. ديانا حسن خطك اذا بتريد. أنا صار اسمي دبل O5. فإذا خلينا نبلش حرف وحرف.